بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم بونجور بونجور me voilà revenu aujourd'hui avec un pain courgette le pain courgette هذا سمع فيه quelques trucs هكا باش نديروه حبيتو تعرفوا كيفاش درت انا هاد لو بان كورجيت vous n'avez qu'à suivre la vidéo ça sera un plaisir pour moi et je vous remercie voilà رجعت معكم باش نديروا هذاك لو بان دو كورجيت تاع هذا الكورجيت القرعه نقطعوها هكذا اون بوتي كوب نقليوها نحتاجو معاها لا شابلور فرماج توم ومعدنوس نص كاس حليب واللي عندهم لا كريم فريش من الاحسن انا راح ندير الحليب ما عنديش كريم فريش وزوج حبات تاع البيض اعدام نقليو لا كورجيت تاعنا ومن بعد نرجع معاكم باش نديروها في المول Voilà, ولينا باش نديرو هذاك لو بان قلنا دو كورجيت بعد ما طابت لنا قلينا الكورجيت قرعه قليناها فوالا هادي صفيوها بالزيت ما تخليوش الزيت يعطي انا واش ندير ما نحطهاش وحدها هي نورمالمون لو بان دو كورجيت ندير كورجيت وحده بصح انا باش هكذا ياكلوها لي زد درت معاها درت دي كوب بعدا دو بوم دو تيغ هكا بطاطا قليتها كيف الكورجيت صفيوها تاني بالزيت ما تخليوش الزيت يعدي فوالا باش هكذا ياكلوها لكم خاطركم تحطوا كورجيت برك سميطان لكن ياكلوها دركا واش نديرو نحطو معدنوس والثوم نحطو معدنوس والثوم كورجيت تحب الثوم نحطو هذاك نص كاس تاع الحليب قلنا اللي عنده لا كريم فريش يحط لا كريم فريش الا ما عنديش راح نحط الحليب نعوض بالحليب نحطو زوج حبات نتاع البيض نحطو فرماج غابي فوالا نزيدو نحطو لا شابلور نحطو الملح وفلفل الكحل بيان سور كان نزيدو الملح هادو دركا نخلطوهم مع بعضهم ونرجع فوالا بعد ما خلطنا مليح هذاك الزانغريديون مع بعض دركا نجيبو ان مول هكا هكاك ونفرشو له بابي كويسون هذا بابي مول افيك ان بابي كويسون ونفرغو فيه هذيك لا بريباراسيون نفرغو لا بريباراسيون كاملة في لو مول فوالا نفرشوها مليح تحبو تزيدو له الفرماج مش مشكل بصح هو هكا سي ديجا داخل فيه الفرماج Hâteau au four à 180 degrés comme à l'habitude. Voilà, je suis revenue avec le pain courgette, les dernières, Lyon. On l'a décoré un petit peu, juste pour lui donner un peu de fun. Je suis à Mahadnos, le four, bien sûr. Voilà. Tmenelkom chahia tayiba. Ma'a salama, ila al-multaqa, inshallah.